نقطة أخرى، الآن الجنوب كله، جنوب العالم كله مع جنوب إفريقيا ومعانا، يعني الآن في ثورة، أمريكا الجنوبية كلها معانا، أمريكا القارة الإفريقية كلها معانا، كمان جنوب آسيا كله، معظم وإن ما كانش كله معانا. فهذا انقلاب، انقلاب سياسي، انقلاب دبلوماسي، انقلاب قانوني لمصلحة القضية الفلسطينية. وعزلة إسرائيل بتزيد. احنا اذا كان والله بدنا احنا نمنع الحرب الإبادة، طب ليش ما منعناها احنا كعرب؟ 400 مليون انسان، 22 دولة، احنا كان لازم نمنع حرب الإبادة وما نروحش لمحكمة العدل الدولية، نمنعها بانه يعني نتدخل ننتصر للي بتعرضوا للإبادة. يعني حتى الان اكثر من 26 الف شهيد واكثر من يعني 70 الف جريح. طيب هذا مش ايش عملنا احنا لهم العرب؟ مش قادرين ندخل قزازة مية لقطاع غزة، واحنا اللي على حدود قطاع غزة، لا من البر ولا من البحر ولا شيء. فالان اللي بتصدوا لاسرائيل هم المقاومة في قطاع غزة، هذه مقاومة حقيقة استطاعت تحقق انجازات كبيرة جدا، واربكت وارعبت اسرائيل وما زالت. اسرائيل كانت تتوقع اسبوعين وتخلص على حماس والفصائل المقاومة الاخرى، الان احنا يعني الشهر الرابع يقترب من نهايته. طب مين كان بتصور في حرب بتستمر لمدة 4 شهور أو أكثر؟ ونتنياهو بقول إحنا مستمرين في الحرب. طب استمر يا سيدي في الحرب، خليك مستمر وشوف الخسائر.